عنصر رئيسي في المنظومة، وزي ما بتقول حضرتك انه اعتقد كان هيبقى كمان كان هيبقى الحائط الصد الاول في حملات التشكيك السوشيال ميديا وحملات يعني التحديات الكتيرة اللي مر بيها النادي الاهلي. اعتقد لو كان جماهير النادي الاهلي في الملعب في اوقات معينة، حضرتك فاهم طبعا اوقات معينة كانت امتى، كان هيبقى هو ده الرد، يعني هو ده الرد، وهيبقى الموجه زي ما بيقولوا كده الموجه بتموت على طول. لا بس رد اللي هو واحنا بندعو جماهير زي ما كده بتدعيم ما في شك، انما الحمد لله مبادئ النادي الاهلي. انما بتكلم طبعا احنا من انت بنقول لا انا لا بوضح اكتر طبعا. انا عارف كويس قوي مقصد حضرتك، انا متربي في النادي طبعا 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 مبادئ النادي الاهلي طبعا بتدعيم، انما الحمد لله طول الفترات اللي فاتت كلنا بمنأى خالص مطلقا عن اي حاجات رذاذ، بنعتبرها كانك ماشي في الشارع وميه مجاري يعني بس ولا اي حاجه يعني. انما هل معناها بنفرط في حقوق النادي الاهلي؟ لا، ما دي الشعر اللي عايز اسال حضرتك. لا اطلاقا ما حصلش كم كل بالظبط عشان كل الاجراءات الشرعيه والقانونيه و كل الكلام ده حصل من قبل مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب بس. انما احنا الناس بنحافظ على البلد طبعا، بنحافظ جامد جدا، بالعكس دايما بنناشد اي الجمهور بتاعنا دايما انه يكون على اللي هو احنا دايما شايفينه كده على قدر النادي الاهلي. بالعكس احنا نفسنا المظهر. طب اقول لحضرتك حاجه، كابتن محمود خطيب في الجلسه الاخيره فكرنا بحاجه انا كنت حاضرها في جنوب افريقيا. خلص ماتش سان داونز والاهلي واحنا اللي اتاهلنا، شفت منظر بديع، كان كابتن محمود لسه بيحكيه وانا كنت شاهد على المنظر. موسيماني خد لعيبه سان داونز وجريوا على جمهور بتاعهم، وفوجئنا لقينا الملعب تحول لحفله راقصه، تشجيع ورقص، رقص جوه الملعب. ما تقولش دي ناس خارج ده، هي دي الرياضه. هي. هو الرياضه غضب، الرياضه حنق، الرياضه تجاوز، مش هي دي اطلاقا. الرياضه بتهذب النفوس، الرياضه بتعلي من شانك، الرياضه بتخلي العلاقات بين الدول زي ما كنت بتكلم على رئيس جنوب افريقيا. صحيح. الرياضه بتعلي اسم البلد بطريقه جامده جدا، استغلها تسويقيا وسياحه والدنيا تمشي. جات لكم مقترحات كثيره قوي في موضوع جنوب افريقيا ده، وازاي نستغل العلاقات دي، وازاي نستغل الجمهور اللي فتح السوق ده، فتح سوق كبير جدا. البعد موجود اصلا، جاي لكم مقترحات كثيره جدا يعني، والبعد موجود يعني. والموقع الالكتروني افتكر هيسهل بقى الناطق باللغه الانجليزيه خاصه والفرنسيه، عشان هم طبعا التواصل هيفتح مع كل هيفتح مجال بشكل كبير في التواصل، في عمليه التواصل افتكر.